صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 64 لسنة 2018 بإعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه يعاد تشكيل مجلس أمناء جامعة البحرين على النحو الآتي: وزير التربية والتعليم رئيسا، وزير المالية والاقتصاد الوطني عضوا، وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضوا، وزير الصحة عضوا، وزير شؤون الشباب والرياضة عضوا، رئيس ديوان الخدمة المدنية عضوا، رئيس جامعة البحرين عضوا، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني عضوا، وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات عضوا، الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عضوا، الشيخ طفلة بنت محمد آل خليفة عضوا، الدكتور منصور محمد سرحان عضوا. وجاء في المادة الثانية من المرسوم أن على وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.